السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى هذا الفيديو يصيبكم في احسن الاحوال نتوما والوليدات ديالكم والعائله ديالكم. مهم ان شاء الله هذا الفيديو غادي نقدم فيه واحد النويعات ديال العصير اللي كيساعدوا في تقويه المناعه ديالنا اللي حنا في هذا الوقيته محتاجين ليها ومحتاجه تكون قويه باش تحارب الفيروسات وتحارب الجيرمز الجراثيم والالتهابات اللي كيكونوا في الجسم ديالنا. وهاد العصيرات صراحه ساهلين وزوينين. يلا دابا نبداو بالمقادير. باش نصاوبوا هاد العصير غادي نحتاجوا نص تفاحه، شويه ديال السكينجبير طري، نص حامضه، العسل الحر يعني جوج معلقات، نص بنانه وزريعه الكتان، وغادي نحتاجوا الماء. ملي غادي نضيف هاد المكونات في الطحانه، انا استعملت واحد الطحانه صغيره للقياس ديال نقولوا جوج كيسان. مهم غادي كيما قلت لكم اللي غادي نضيف هاد المكونات، هاد لي زانغريديون غادي نزيد عليهم الماء. صافي دابا حنا ها العصير ديالنا وجد، هانتوما شوفوا كيما كيجي تبارك الله زوين. وصراحه حتى المذاق ديالو ما كيكونش يعني مجهد، ما كيكونش يعني فيه الذوق تاع السكينجبير اللي هو حار، ما كتجيش في ديك اللمطه يعني كثيره. وكيما قلت لكم هو صراحه مفيد بزاف للجسم. ودابا ان شاء الله غادي نبداو مع العصير الثاني، وبسم الله يلا نبداو مع المقادير. هنايا غادي نحتاج واحد المعلقه كبيره ديال البذور ديال الشيا، تشيا سيد، غادي نحتاج شويه ديال الفرامبواز، غادي نحتاج خيزو يعني الجزر، غادي نحتاج ثاني سكينجبير طري، وغادي نحتاج العصير تاع الليمون. المهم في هاد العصيرات اللي كنقدم لكم ماشي بالضرورة تديروا كاع المكونات اللي كنوريكم في الفيديو، لكانت ناقصة شي حاجة تقدروا تستغنوا عليها. المهم هو تكثروا من العصيرات بحال هاد الأنواع باش تساعدوا المناعة ديالكم تكون قوية. هانتوما شوفوا تبارك الله اللون ديالو كيحمق، انا صراحه هاد العصير عزيز عليا بزاف. وملي غادي كما كتشوفوا يعني التكستور ديالو كتكون شويه ثقيل، ما كيكونش يعني جاري، داكشي علاش حطيت واحد الطريفات صغار ديال الفرامبواز من الفوق، ما غاديش يعني يحتل تحت كيبقى الفوق. دابا غادي نبدا بالعصير رقم 3. صراحه هذا العصير مفيد بزاف بزاف بزاف،
واخا هو يعني الطوق ديالو كيكون شي شويه يعني مجهد، ولكن صراحه يعني صحي، ولو لفتوه صراحه غادي يعجبكم، وغادي يعني تلقاو عليه راحتكم، حتى الجسم ديالكم غادي يستافد منه بكثره. كما كتشوفوا هنا انا كنوريكم الالوفيرا، انا كنستعمل هذا النوع ديال الالوفيرا الاصلي، كيكون مزيان للجسم ديالنا، وهي كتكون يعني فيها الجل داخل، انا ما كنقطع ديك الجلده الفوقانيه وكنستعمل غير الجل الداخلاني اللي هو هذا، ويعني فيها بزاف تاع المنافع للجسم ديالنا. مهمه فهاد العصير غادي نستعمل شويه المعدنوس، شويه كرافس، شويه الحامض، وغادي نستعمل ليزيبينارد، وغادي نستعمل معلقات تاع العسل الحر، وغادي ندير الماء اللي انا ديجا كندير فيه مقط يعني معصره فيه الحامض، وكندير فيه حتى طريفات ديال الحامض. وهاد الماء يعني كنحاولوا نشربوه يعني بزاف على هذا في النهار، ملي كنبغيو نحتاجوا الماء كنفضلوا نشربوا هاد الماء اللي فيه الحامض باش كيعطينا فيتامين سي. وكما قلت لكم رغم ذلك هاد العصير راه ماشي زعما خايب في الطوق ديالو غير، ولكن اللي ما مولفوش ما غاديش زعما غادي يجي شويه مجهد، ولكن مجرد ما غتشربوا المره الاولى الثانيه الثالثه واحد شي غتولفوا غادي يولي عندكم هو العصير المفضل. من بعد ما طحنته غادي نصفيه باش غادي ناخذ غير لي جو ديالو على العصير ديالو، وغادي نحيد دوك الطريفات اللي كيبقاو ديال الكرافس ولا ديال الديبينارد، ولكن اللي بغى يعني يشربو كامل بكل ما يليه ما فيها باس، حتى هذاك الشيء راه مزيان. هذا العصير اش نقول لكم بصراحه يعني رائع، واخا كيما قلت لكم غنبقى نعاودها، الذوق ديالو اللي ما مولفوش غادي يجي يعني شويه قاصح مجهد، ولكن صحي. واللي عنده مثلا اللي كيضروه المفاصل مع فيه الالوفيرا، هي الالوفيرا انتي فلاماتوار، صراحه مزيانه لهذوك الناس. دابا غادي نبدا مع العصير رقم 4. مهم هنايا انا عندي الرمان كما كتشوفوا راه كيبان يعني متلج، انا هادشي كنطرفو في الفريكو. مهم عندي الرمان، عندي الفريز، عندي نص بنانة، عندي شوية تاع المانجو المونغ، وعندي زريعة الكتان، وعندي تاني الماء مع الحامض. اللي بغى يستعمل العصير ديال الليمون في بلاصة الماء مع الحامض تقدروا تستعملوه، حتى هو كيجي بيه زوين. العصير شوفوا كتيجي، انا هادو ما كنصفيهمش من غير داك العصير اللي لونه خضر اللي بالالوفيرا، هادشي هذا حتى هو كنخليه بحال هكا كيجي زوين ومزيان للجسم. المهم انا كنعطيكم الاختيارات وتقدروا تستعملوا وديروا اللي بغيتوا. وهنايا عندي العصير اخر عصير يعني اللي حتى هو صراحه مزيان بزاف. مهم هنا عندي انا استعملت غير الليمونات الصغار، المندرين، وعندي الخيزو، الجزر، عندي السكينجبير طري، وعندي الحامض. الحامض والليمون حاولوا تحيدوا ليهم دوك العظيمات اللي كيكونوا داخل،
وعندي العسل الحر وغنستعمل غير الماء، الماء العادي، واللي ما بغاش يستعمل الماء العادي يقدر يستعمل العصير تاع الحامض ولا العصير ديال الليمون. بعض المرات انا في هذا العصير كنستعمل حتى الخرقوم اللي كيكون طري بحال شكل سكينجبير، ولكن لما كانش نقدروا نستعملوه حتى داك النوع اللي كيكون غبرة، يعني الخرقوم اللي كيكون غبرة اللي كنستعملوه حتى في الطياب. المهم انا كنحاول نعطيكم غير شي افكار وننوع لكم شويه، وكما قلت لكم لما كانش عندكم اي مكون اي حاجه تقدروا تستغنوا عليها وتعوضوها يعني بحوايج اخرى، مثلا او مثلا صافي بحال دابا في هذا لما كانش عندكم مثلا الحامض تقدروا ما ديروش الحامض، تخليو غير الليمون. انا استعملت العسل الحر، واللي ما بغاش يستعمل العسل الحر بغى يخلي غير دوك المكونات الحلوه الطبيعيه يخليها، ولكن من الاحسن ما تستعملوش السكر الابيض، من الاحسن لا. نتمنى هاد العصيرات اللي وجدنا في هاد الفيديو نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، ونتمنىكم تجربوهم وتحضروهم ليكم ولوليداتكم باش تقويو المناعه. مهم دابا حنا سالينا، وخليو لي في الكومونتير اش من عصير جربتو ولقينا فيهم اللي عجبكم وكي جاوكم. خليتكم على خير، الله يخليكم. ما تنساونيش باللايكات، واللي ما تابوناش في القناة يتابونا في القناة باش ديما يبقى يوصلوا الجديد. ويلا خليتكم في أمان الله.